يا واحد يكو... اهلا سعد، شو اخبارك؟ بارك الحمد لله. تعرف انه انا مبسوط مرتين انه اشوف سعد المجرد، مش بلقاء ببلد عربي، احنا بس بالرباط بالعاصمة المغربية في بلدك. اسيدي مرحبا بك، نورت المغرب وهذه راه بلادك. الله يخليك. انت باغي يا واحد يكون دمه بارد، ساكتتي ما جامد، تغلطي ما يدويش، تلعبي علي. سعد، بدنا نحكي بهاللقاء الجميل، الشمس الحلوة بالمغرب، عن أخبار سعد. بدك تبدأ من آخر أخبار سعد ولا بدنا نحكي عن بدايات سعد بما أننا بالرباط؟ زي ما بتحب. والله أخبار كثيرة، لكن أخبار يعني معظمها الحمد لله زوينة زوينة يعني زوينة بالمغربي، يعني حلوة، يعني جميلة جميلة، يعني حلوة. فالخبر الجميل هو أنه عندي تعامل مع صديقي وأخي اللي هو the creator of معلم، جلال الحمداوي. هو اللي عمل معلم وعمل كذا أغنية مشهورة، يعني في كليب جديد، في أفكار جديدة إن شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن ظن الجمهور إن شاء الله. ملكش ليك ما تليك ليا، بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا. ملكش ليك. كيف قدرت أنت كفنان مغربي توصل للعالم العربي والعالمية كمان، مش بس العالم العربي، مع أنه في كتير فنانين مغاربة حاولوا وبتوقع ما قدروا اللي قدر عليه سعد المجرد بفترة بسيطة وجيزة؟ والصراحة في يعني فنانين كثير، أو في ناس كثير يقول لك أنا خططت وأنا عملت خطة معينة لأوصل للعالمية. هيدا أنا بالنسبة لي مش موجود. بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي التوفيق من عند الله. تعرف شو سعد، جاء عبالي أشرب شاي مغربي. تفضل دي بلس شاي المغربي. سيدي مرحبا بك. مرحبا. انت معلم واحنا منك نتعلم. صوروا غيره، تعالوا. انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. سعد، قد ايه بتيجي على المغرب؟ بتيجي كثير على المغرب بما انك دائما بتسافر، بتروح على لبنان، على مصر، على الإمارات؟ والله هاد الأيام الأخيرة صرت كنشتاق بزاف الأمي والأبي، لأنه دائما مسافر دائما. الحمد لله الشغل يعني كله في الصالح، الحمد لله، اللهم لك الحمد. سعد، لما تختار أغنية أو بتحضر أغنية، المعلم، أنت باغية واحد وغيرها، أغاني كثير هلا إحنا هاي انشهرت عنا بالشرق الأوسط، هدول الثنتين بس، أكيد في غيرهم وفي جديد على الطريق. تحرص إنه تكون اللهجة اللي بتختارها مش يعني تكون مخففة، بيضة، تنفهم بمعظم العالم العربي ولا لا؟ Exactly. نحاول ما أمكن أنه اللهجة اللي غادي نغني بها تكون مفهومة، تكون مغربية في نفس الوقت لهجة مبسطة ومفهومة للجميع. لأنه أنا هدفي من أعمالي أنه أوصل الأغنية المغربية، أوصل ثقافتنا المغربية وكلمتنا المغربية للعالم العربي وللعالمية. هذا هو هدفي. فلتوصيلها لازم نمشي ستيب باي ستيب، ما فينا نوصلها يعني اغني اغنيه بالدرجه المغربيه الكحه، يعني لازم اروح ستيب باي ستيب. مثلا انت باغيه واحد، اغنيه عملت بالنسبه لي هي اكسبشن، شهرت في العالم. نعم، بس بتعرف سعد، يعني بعرفش الاغاني اللي بتقدمها اكيد هي لقيت نجاح بالعالم العربي بطريقه مش معقوله، بس بنفس الوقت هالاغاني مش خايف تنتسى بسرعه هالاغاني سعد؟ اي دونت ثينك، لانه هالاغاني كل اغنيه كان فيها سلاسه وكان فيها سهوله وفيها صدق في تنفيذها وحب دعم بين الموزع والملحن وكاتب الكلمات، دائما بتوصل بسرعه للمستمع وبتترسخ في اذان المستمع، خصوصا اذا كانت سلسه وسهله. شو اللي بخوفك بالعالم الفن والغناء؟ لا ولا شيء، ما شاء الله عليك. الحمد لله ما بيخوفني شيء. ميدان الفن هو ميدان مش لازم يخوف الواحد، لازم الواحد ياخده. هو كانت موهبتي لما كنت طفل، شيء موسيقى، هو موسيقى، هو آرت، هو فن، لازم نتعامل معه بحب
never get scared. لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم. Hey! في لك اصحاب من الوسط الفني بالعالم العربي؟ الحمد لله هاد لما دخلنا ميدان الشهرة تعرفت على فنانين كنت كثير من كنت كثير بحبهم وفان. مثل مين مثلا؟ قبل ما يعرفني انا ولا حد، بس كنت بحب ملحم زين، هذا صديقي صديقي حبيبي، لانه تجمعني به علاقه كثير اخويه، وانسان طيب وانسان يحب الخير لغيره. تعرف اغاني؟ طبعا اوف كورس، انا فان ملحم زين. وغيبي يا شمس غيبي بلكي بورد حبيبي، وغيبي يا شمس غيبي يمه بركي بورد حبيبي. جبني وخلاني كير انساني دابا ما تنفع من بعد تعاني مشتي. ومال حبيبي مالو البارح كان يبغيني. يا ريت تحكي لنا عن تحضيراتك جديدك، شو بتحضر شو بتعمل؟ ان شاء الله ذا نيو سونج حتكون مع جلال الحمداوي اللي هو كاتب وملحن وموزع أغنية المعلم. تعاملت فيها مع امير الرواني اللي هو مخرج المعلم، اختارت انه نضلني مع نفس فريق العمل. هذا اللي عملت فيه طاجين دي جي. ايوه، وتحيه للدي جي ماي دي جي ريد سوبر. أيوة. هو اللي دائما يكون معايا في الشوز وبيعمل ما شاء الله عليه. هيز جريت، هيز جريت اند هيز ا جريت بيرسون. سو اغنيه جديده هي بعيده كل بعد، موضوعها بعيد كل بعد، وتوزيعها بعيد كل بعد على كل ما عملته، على المعلم وعلى ما الحبيبي وعلى المنشكي. يعني في شيء ان شاء الله باذن الله يكون جديد ويكون سلس وسهل للحفظ بالنسبه للمشاهد والمستمع الكريم.